السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي. النهاردة إن شاء الله معادنا مع الدرس الثاني من دروس الجغرافيا وهو مجموعتنا الشمسية. كنا اتكلمنا الدرس اللي فات إن الكون بيتكون من عدد كبير من المجرات. النهاردة هنتكلم عن المجموعة الشمسية التابع ليها كوكب الأرض. المجموعة الشمسية التابع ليها كوكب الأرض بتكون النجم بتاعها نجم متوسط الحجم وهو الشمس، بتدور حوله مجموعة من الكواكب من الغرب للشرق في مدارات محددة وبيضاوية، ولا تميل ولا تنحرف عن مسارها، وبتسير بسرعة ثابتة وبسرعة منتظمة. طيب ليه ما بيحصلش تصادم للكواكب أو كواكب المجموعة الشمسية مع إنها في حركة مستمرة وحركة دائمة؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى خلقها بأحجام معلومة وحدد لها مساراتها، يعني كل كوكب ليه مساره بيمشي فيه بسرعة محددة وما بيصطدمش بالكوكب التاني. النجم الوحيد المضيء في المجموعة الشمسية هو الشمس. كان عدد كواكب المجموعة الشمسية 9 كواكب، لكن تم الإعلان في اجتماع الاتحاد الفلكي الدولي في العاصمة التشيكية براغ سنة 2006 خروج كوكب بلوتو من المجموعة الشمسية، وده بسبب صغر حجمه. ومن الشكل اللي قدامنا هنقدر نحدد ان اكبر كواكب المجموعة الشمسية حجما هو المشتري، واصغرها حجما هو عطارد، واقرب الكواكب للشمس هو عطارد وابعدها نبتون، وبتدور الكواكب حول الشمس في مدارات بيضاوية الشكل. الشكل اللي قدامنا بيحدد ترتيب كواكب المجموعة الشمسية حسب قربها من الشمس، وهي الكواكب كالآتي: عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون. أما الشكل دوت بيحدد كواكب أو ترتيب كواكب المجموعة الشمسية حسب حجمها، فأول أو أكبر كوكب عندنا هو المشتري، واللي بعديه زحل، واللي بعديه أورانوس، واللي بعديه نبتون، واللي بعديه الأرض، وبعد كده الزهرة، وبعد كده المريخ، وأصغر كواكب المجموعة الشمسية هو عطارد. أكبر كواكب المجموعة الشمسية حجما هو المشتري، وأصغرها هو عطارد، وأقرب الكواكب للشمس هو عطارد، وأبعدها نبتون. ودلوقتي هنتكلم عن الشمس. موقعها بتقع في مركز المجموعة الشمسية وهو أقرب النجوم للأرض. وصفها: بيكون نجم متوسط الحجم، وهو عبارة عن كرة ملتهبة حجمها مليون مرة أكبر مليون مرة من حجم الأرض. أهميتها تعتبر هي مصدر الحياة على سطح الأرض، لأنها بتمد الأرض بالضوء والحرارة. عندنا كواكب المجموعة الشمسية بتنقسم لنوعين: مجموعة الكواكب الداخلية ومجموعة الكواكب الخارجية. هنتكلم في كل واحدة على موقعها وخصائصها. موقع الكواكب الداخلية هي الكواكب القريبة من الشمس، وهي عطارد والزهرة والأرض والمريخ. خصائصها: صلبة وصغيرة الحجم، سريعة الدوران حول الشمس، وبيطلق عليها اسم الكواكب الأرضية. أما الكواكب الخارجية، موقعها هي الكواكب البعيدة عن الشمس، وهي المشتري وزحل ونبتون وأورانوس. خصائصها: معظمها بيكون من مواد غازية كبيرة الحجم وبطيئة الدوران حول الشمس. طيب عايزين نعرف دلوقتي ليه بيطلق على المجموعة الداخلية اسم الكواكب الأرضية، وده لأن معظمها بيكون متكون من مواد صخرية بتشبه الأرض. طب ايه نتيجة بعد كواكب المجموعة الخارجية عن الشمس؟ بتتلقى او بتاخد او بيوصل لها كمية ضئيلة جدا من الطاقة الشمسية. ودلوقتي عايزين نلاحظ ان بيوجد بين مجموعة الكواكب الداخلية ومجموعة الكواكب الخارجية عدد كبير من الكويكبات الصغيرة اللي بتاخد شكل حزام بين كوكبي المريخ والمشتري، وبيطلق عليها اسم حزام الكويكبات. ودلوقتي هنتعرف على خصائص كواكب المجموعة الشمسية. اول كوكب معانا هو عطارد. كوكب عطارد هو اقرب الكواكب للشمس، وبيواجه الشمس بجانب واحد بس. تاني حاجة، بيدور حول الشمس في 88 يوم، وبيتحرك بسرعة كبيرة في مداره. طيب بما تفسر عدم ملائمة عطارد لسكان الارض؟ لارتفاع درجة الحرارة عليه وقربه من الشمس. الكوكب التاني معانا هو كوكب الزهرة. اهم خصائصه ان غلافه بيكون غازي ومتماسك ولا يمكن اختراقه، وعرف بتوأم الارض وحجمه يعتبر قريب منها. تالت حاجة، بيتم دورته حول الشمس في 245 يوم. طب عايزين نعرف
بما تفسر إن كوكب الزهرة بيتسمى بتوأم الأرض، لأنه بيشبه الأرض أو بيتشابه مع الأرض في القطر والحجم والكتلة. طب النتائج المترتبة على وجود غلاف غازي متماسك حول كوكب الزهرة؟ صعوبة اختراقه، وبالتالي لا يمكن تحديد مدة دورانه حول نفسه. تالت كوكب معانا هو كوكب الأرض. كوكب الأرض يعتبر هو الكوكب الأجمل ويعرف بالكوكب المائي، وليه قمر واحد تابع ليه بيكمل دورته حول الشمس كل 365 يوم وربع. طب ليه أو بما تفسر بيطلق على كوكب الأرض اسم الكوكب المائي؟ لأن الماء بيشغل مساحة كبيرة من الأرض، حوالي 70% و7 من عشرة. النتائج المترتبة على أن موقع الأرض متوسط بالنسبة للشمس، بيصل للأرض كمية ملائمة من الضوء والحرارة، وبيحفظ الكائنات الحية واستمرار الحياة على سطح الأرض. طب بما تفسر وجود حياة على سطح الأرض، يعني ليه كوكب الأرض هو الكوكب الوحيد الملائم للحياة؟ بسبب أنه بيحتوي على غلاف جوي فيه أكسجين لازم للتنفس، وبيوجد بيه كميات كبيرة من الماء، ودرجة الحرارة على سطحه مناسبة للحياة لبعده المناسب عن الشمس، وقوة الجاذبية والضغط الجوي على سطحه ملائمين أو مناسبين للحياة. رابع كوكب معانا هو المريخ. المريخ بيتميز باللون الأحمر لاحتوائه على أكاسيد الحديد. حجمه يعتبر أصغر من حجم الأرض. تستغرق دورته حول الشمس 687 يوم. طب بما تفسر يطلق على المريخ اسم الكوكب الأحمر؟ زي ما قلنا لأن تربته غنية بأكاسيد الحديد الحمراء. خامس كواكب المجموعة الشمسية هو كوكب المشتري. كوكب المشتري يعتبر هو أكبر كواكب المجموعة الشمسية، وبيدور حوله 17 قمر، وبيدور حول الشمس كل 12 سنة أرضية. سادس كوكب معانا هو كوكب زحل. كوكب زحل بيدور حوله أو بيوجد حلقات حلزونية بتدور حوله، والحلقات دي بتمتاز بأنها بتتكون من أجسام صخرية وجليدية، وبتظهر بألوان مختلفة زي الأحمر والبنفسجي والأزرق. حجمه بيقدر ب 600 او 763 مره من حجم الارض، يعني هو اكبر من الارض ب 763 مره. بيدور حول الشمس كل 29.5 سنه ارضيه. سابع كوكب معانا هو كوكب اورانوس. كوكب اورانوس بيظهر في السماء على شكل كره ملساء، لونه بيكون اخضر بيميل الى الزرقاء، بيدور حول الشمس كل 82 سنه ارضيه. آخر كوكب معانا هو كوكب نبتون. كوكب نبتون بيظهر كماسة زرقاء بتشع ضوء خافت، بيكاد يكون توأم أورانوس زي ما احنا شايفين كده، يعتبر شبه أورانوس جدا. شديد البرودة بسبب بعده عن الشمس، وبيدور حول الشمس كل 165 سنة أرضية. آخر حاجة معانا في الدرس، بيتشابه كل من أورانوس وزحل والمشتري في تركيبهم العام.